إن مصر كانت تحت بؤرة الضوء كواحدة من أشهر وأفضل المقاصد السياحية في العالم، ده بعد ما زارها عدد كبير من نجوم العالم زي ما اتكلمنا مع حضراتكم، وفي مختلف المجالات مش بس في الرياضة يا مصطفى. طبعا، والزيارات دي أكدت استعادة مصر لمكانتها السياحية من جديد، خصوصا بعد الزيارات لعدد كبير من نجوم العالم، كان أشهرهم السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، والتيك توكر الألماني نويل، والفنان العالمي توم هانكس، وعدد كبير جدا جدا من النجوم والنجمات. خلينا كده نشوف برضو زي ما بيقولوا كشف حساب أو يعني متابعة لأهم الناس اللي جم مصر خلال السنوات الماضية. في الأيام الماضية كانت مصر تحت بؤرة الضوء كواحدة من أشهر وأفضل المقاصد السياحية وقبلة يزورها الكثير من النجوم العالميين في مختلف المجالات، لتؤكد استعادة مكانتها السياحية من جديد، خاصة أنها أصبحت تصنف كواحدة من أعلى مراتب الجودة والخدمات السياحية وسط العديد من البلدان. في الساعات الأخيرة تواجد على أرض مصر في زيارة خاصة لقضاء جزء من أجازته الصيفية مع أسرته المدرب الإسباني الشهير بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، حيث زار الأهرامات ومتحف الحضارات في القاهرة، ومن المقرر أن يزور الأقصر وأسوان. في نفس الوقت كان التيك توكر الألماني الشهير نوبل روبرتسون في زيارة لمصر، والتي لاقت ردود فعل كبيرة ومؤثرة في زيارته للمتحف المصري الكبير وشارع المعز ومنطقة الحسين، ووثق زيارته بالعديد من الفيديوهات. تلك ليست الزيارات الأولى ولا الأخيرة للمشاهير في مصر، فخلال 12 شهرا الماضية زار العديد من المشاهير مصر وقضوا في معالمها الشهيرة أوقاتا رائعة. فقد زار فريق باك ستريت بويز الشهير مصر بعد 23 عاما من ظهوره وشهرته لإقامة حفل في العاصمة الإدارية، وعلى هامش الحفل انتهز أعضاء الفريق الشهير الفرصة للاستمتاع بأجواء مصر، وعبر أفراد الفريق عن سعادتهم بتجربة زيارة مصر والتعرف على أبرز معالم القاهرة على هامش حفلهم الأول الذي أقاموه مؤخرا. وشارك أعضاء باك ستريت بويز لحظات من زيارتهم للقاهرة واستمتاعهم برحلة نيلية داخل أحد اليخوت، كما شاركوا صورا ومقاطع فيديو لزيارتهم للأهرامات واستكشافها من الداخل أيضا. على جانب آخر جاء الفنان العالمي توم هانكس وزوجته المنتجة ريتا ويلسون إلى مصر في زيارة خاصة لأحد أصدقائهم المقربين، وتبادل رواد السوشيال ميديا مجموعة من الصور لهما وهما يتناولان الطعام في أحد مطاعم منطقة الزمالك، وبدا هانكس مستمتعا بتناول الطعام، وعبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بتواجده وتناوله ملوخية بالأرانب، وفقا لشهادة أحد زوار المطعم الذي تصادف وجوده فيه وقتها. ولم يكن توم هانكس وزوجته أول النجوم العالميين الذين زاروا مصر، فقد انضم إلى قائمة طويلة من الفنانين على رأسهم المغني الأمريكي آدم ليفن وفرقته، والذي زار مصر مؤخرا. أيضا زارت مصر المطربة ومؤلفة الأغاني الكولومبية كارول جي لتصوير فيديو كليب لأغنيتها القاهرة، تم تصويره بالكامل في مصر وقدمت فيه مشاهد توضح جمال بلادنا، وكان الفيديو مثيرا للإعجاب بشكل كبير حيث تم تصوير الأهرامات والقاهرة. وأبدت كارول سعادتها بزيارة مصر، وصرحت بأنها لن تكون الزيارة الأخيرة وأنها ستعود في أجازة خاصة بعيدا عن الارتباطات الفنية. لكن كان في زيارة مهمة للسيدة الأولى الأمريكية الدكتورة جيل بايدن للأهرامات الجيزة وتمثال أبو الهول، واستهلت قرينة الرئيس الأمريكي الجولة بزيارة تمثال أبو الهول، وحرصت على التقاط الصور التذكارية لها في المنطقة الأثرية، معربة عن سعادتها بهذه الزيارة وإعجابها بأهرامات الجيزة وأبو الهول. ومنطقة أثار الأهرامات شهدت زيارة سابقة للصحفي الفرنسي رولان لومباردي، رئيس تحرير موقع ديالوج الفرنسي ومؤلف كتاب السيسي بونابارت مصر، والوفد المرافق له من الكتاب والصحفيين المصريين على هامش حضوره لدورة سابقة عن كتابه بالدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023. رئيس اللجنة الدولية للتوثيق للمجلس تيرالس نافاراتي، واستقبل المتحف الدولي للمتاحف الأيكوم على هامش تواجدها في مصر لزيارة عدد من المتاحف والمواقع الأثرية في مصر.